سلام البنات، اليوم جبت لكم الوصفة اللي طلبتوها، اللي هي الوصفة يعني عبارة عن حلوى اللي يأكلوها الأتراك في الجنازات. هي وصفة تركية، يعني صدقوني بنا ولا أروع، صح ولا أروع. أول شيء عندنا 100 غرام زبدة، نضيف لها فنجان تاع الزيت، ونضيف لها 2 كيسان تاع فارينة، ونحطهم فوق النار تكون قليلة، ونبقى نحرك مدة 9 دقائق. البنات 9 دقائق وانتي تحركي حتى تحصلي على هذا اللون اللي كنتو تشوفوا فيه. من بعد نضيف لها 2 كيسان ماء بارد، وذوبنا فيهم 2 كيسان سكر، يعني شغل خدمنا شربات بصح ما درناهاش فوق النار. فهمتوا البنات؟ هذه هي. ونبقى نحرك حتى تنشف تولي هذا القوام، نتحصل على هذا القوام. وقبل ما تنشف البنات، قبل ما تبرد عفوا، نجيب مغرفة تاع لاكحام انا درت بها، ولا اللي حبت تدير في ليمون هذوك تاع، ولا كاس تاع لاتاي دير فيه، ولا تحبوا تزينوها كافي طبسي نورمال، يعني تعطولها الشكل اللي تحبوه نتوما. انا فضلت نديرها هكا بالمغرفة تاع لاكحام، يعني خرجت روعة، يعني صح كيما تاع الجنازات. يعني البنات هذه هي الوصفة، نتمنى انها عجبتكم.